النهارده كمان من الحاجات المهمه في النادي الاهلي وفي فرعه الجديد في التجمع الخامس كان تأبين الراحل الكبير تيسير الهواري. مجلس اداره النادي الاهلي اقام حفلا قبل قليل، يمكن بدا الساعه 7 مساء، في تأبين الراحل الكبير تيسير الهواري. حضروا الكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره واسره الفقيد الكبير تيسير الهواري. حاج تيسير، نموذج في العطاء والانتماء والاخلاص للاهلي يا باشمهندس. شوف، هو نموذج للولاء والعشق الحقيقي والعطاء الصادق في صمت ودون متجاره ودون مزايده. أيوه. نموذج رائع يجسد الاهلاوي اللي يكرس حياته لحب المكان زي النادي الاهلي ولا يتوانى. رموز كبار كلهم يتوترون على النادي الاهلي، منذ المعلم والاستاذ صفوان سالم، المعلم حازم الهواري، الجرحي، كان قبل منهم المستشار محمود فهمي على الكرسي، طبعا كان حريص يحضر. تيسير له في القلب، مهندس هشام سعيد، وده ابنه محمد تيسير الهواري. ايوه، وطبعا المحامي العظيم محمد عثمان وراه، استاذ العمري فاروق، المهندس خالد مرتجي، يعني اعضاء المجلس، والدكتوره سحر الهواري وحازم الهواري. يعني فتيسير الهواري ده يستحق التكريم تماما. كابتن الخطيب سلم اسره الفقيد درع التكريم والتقدير. ده القلاده، قلاده النادي الاهلي. ايوه، وده يعني يستحقها تماما 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 هذا الراحل العظيم. وهناك الكثير من الافكار لتكريم اسمه وتخليده، ارجو ان يكون اولها واهمها، يعني ناس تقول لك مش عارف ايه وناس ايوه ناس تقول لك منشأة، لا، اهم حاجه الراجل ده كان بيجسد ايه؟ الولاء الصادق والانتماء الحقيقي والعطاء بلا مقابل وبلا حدود. انا ارجو ان تكرس جائزه باسمه بهذا الاسم. كل سنة نختار حد نموذج للعطاء، يطلع داعم، يطلع رياضي، يطلع رمز من الرموز، يطلع إداري. هذه الجائزة يجب أن تقدم باسم الحاج تيسير الهواري، اسمها جائزة العطاء الصادق. حلوة، أحلى حاجة، حلوة، تعيش العمر. ويتحط لها معايير يستحقها واحد، كل من يفعل واحد اثنين ثلاثة أربعة، يكون راحل، يكون موجود، يكون يعني. وهناك كثيرين او كثيرون، ما تصلح لي يا عم، كثيرون يستحقون هذه الجائزه يعني. توافد رموز النادي الاهلي وكباره على حفل التأبين، الدكتور سعد الشلبي، والاستاذ حازم الهواري، والاستاذ محمد الجرحي، والغزاوي، محمد الغزاوي، كل محمد الغزاوي يبقى ابن اخت تيسير، حاجة تيسير عليه رحمة الله.